هذه الأجواء الممطرة الجميلة. احنا دلوقتي بنجيب المعدات، دي أول خطوة زي ما شفتوها معايا، دي مرحلة ان احنا نجيب المعدات. انا رايح دلوقتي على لوكيشن التصوير، وهناك بقى هوريكم الأوضاع أكبر. هنا وصلت دلوقتي على مكان التصوير، دي بعض من المعدات الإضافية غير اللي أنا جبناها من المدرسة، يعني ممكن تفيد في حاجة، بس الاعتماد الأساسي على المعدات اللي أنا جبتها من المدرسة. الجو أمطار مع خريف، حاجة كده ميكس. فيلا بينا دلوقتي هنطلع على مكان التصوير ونشوف الدنيا النهاردة. دلوقتي ده اول سيت اب عندنا، المفروض دلوقتي ان في حد هيدخل من هنا اللي هو كيجن، هيدخل كده وهينام على السرير. يعني فكره بقى الفيلم وكده مش هنحرقها، ان شاء الله نبقى نشيره معاكم بعد ما يخلص. هنا بقى ده السيت اب هيكون هنا، ودي معانا البلاك ماجيك 6K، حاجه جميله. ومعانا هنا كونر، لو كونر كونر هو زي الجافر، يعني هو اللي هيساعدني في الإضاءة وكده. فطبعا المفروض اللقطة دي، احنا دلوقتي العصر، المفروض اللقطة دي هتكون الصبح، فأنا مش هوجه اللايت مباشرة عليه، فجايب الحاجات اللطيفة دي هعكس الإضاءة من هنا على الشخص. فيلا بينا دلوقتي هنبدأ في السيت اب. تمام، دلوقتي احنا جاهزين على التصوير، يلا بينا ان شاء الله تستمتعوا. نبدأ بقى البلاك ماجيك. الناس طبعا بتحب تشوف ما وراء الكواليس، كده بالظبط هيكون الشوت بتاعه. دي الاعدادات شغالين 24 فريم، ده الشاتر، ده الكلفن، ده الاي اس او الايزو. دلوقتي يلا بينا. Scene 7 take 1. Camera ready, sound rolling. Rolling. Scene 8 take 1. زي ما انتم شايفين معانا دلوقتي الاضاءات، احنا لسه الساعة 9 الصبح. دلوقتي هو هينام على السرير، هو اوريدي نام على السرير، فعايزين نجيب عينيه، عايز ابين عينيه المخضوض. يعني ده اللي احنا شغالين عليه دلوقتي. ربنا موضوع كبير شويه، يا ريت تكونوا مستمتعين معانا كده بيوم في الشغل اللي الواحد بيعيشه كل فتره يعني. والبلاك ماجيك خلاص، انا داخل الدولاب اهوت. اي صور ده الشوت. Okay again. Yes. Okay. Yep. Yeah. Good. Yeah. Yeah, it's good. The behind the scenes. محدش بيشوف الحاجات دي غيركم. عندنا بقى دلوقتي واحد من المشاهد هنا جوه الحمام. بنعمل السيت اب، فحاطين اللايت هنا. ودلوقتي ده بنسميه الجل، نحطه على الكشافة عشان يدينا لون أزرق خفيف كده، يعني زي لون القمر كده. اليوم الثالث، صباح الفل. الساعة دلوقتي 3، إن شاء الله النهاردة عندنا ثلاثة سيت اب. بس كان في واحد من السيت اب بصراحة ما عجبنيش الأداء فيه، فحابب إن أنا أعيده تاني، وهو الشخص موجود جوه الدولاب يعني. فإحنا عاملين ده، ومفروض ده الدولاب بتاعنا. أوريكم
فعشان المكان ضيق وانا مش هقدر اصلا اقف في اي مكان، فعشان كده هنعمله هنا جوه الحمام، فعشان خاطر اقدر اخد زوايا مختلفة. ومعانا هنا زي حاجة سودة كده هحطها على الجدران اللي ورا دي عشان خاطر يعني تدينا احساس ان احنا جوه الدولاب. فيلا بينا نشوف ده هيتم ازاي. تعالوا بقى نفرقوا على الشط زي ما انت شايف كده. طبعا الدنيا ضلمة خالص، والشخص ده المفروض انه جوه دلاب، يعني محبوس جوه دلاب وعمال بقى ايه بيدور على مخرج. زي ما انت شايف كده الدنيا سودة. Look again. Yo. Hi guys. ده بقى السين، يعني واحد من الشطات اللي هناخدها. تعالى بقى نعرفكم على جانب كده في الانتاج الواحد بينبسط بيه بصراحة. ده بقى الكاتر الاكل بقى، كل ما لذ وطاب انت محتاجه موجود هنا. فواكه، سندوتشات، كل اللي انت عايزه. مطبخ مفتوح، ادخل خد لك الطبق. هنشوف حاجة كده نظبط بيها الكلام. طبق اللطيف ده، نشيل بقى الخضرة دي عشان ايه ندخله على المايكروويف. ناخد لنا بقى شوية خضار. يلا بقى البريك تايم. ظبطت نفسي كده في طبق زي الفل. يلا بينا. الواحد احلى حاجة انك تاكل مش انك تصور. يلا بينا دي تورونتو وقت السانسيت. دلوقتي هناكل وندخل بقى نتفحت في بقينا اتنين سيت اب صعبين جدا. يا مسهل ان شاء الله كده قربنا نخلص. النهارده اليوم الاخير، خلينا نشيل الماسك وان شاء الله تكونوا مستمتعين معانا بالاجواء دي. بعيشكم كده واحد من الافلام اللي انا شغال عليها. ان شاء الله تكونوا مبسوطين بالاجواء اللي انتم شايفينها، يعني ممكن تكون تجربه جديده على بعض او كتير من الناس الموجودين معانا على القناه. ان شاء الله تكونوا مبسوطين بيها، ويا رب دايما اشوفكم بخير.